نبدأ بماتش النهارده. ماتش النهارده كان مهم جدا للنادي الأهلي ومهم جدا لإسترن كومباني. طب ليه مهم جدا للنادي الأهلي؟ النهارده نقدر نقول بداية عهد جديد، وكان الناس كلها بتقول هل كابتن سامي قمصان يقدر يشيل فريق النادي الأهلي كمدير فني؟ أنا أعرف سامي قمصان بشكل شخصي، ونعرفه طبعا من خلال بقاله فترة موجود في النادي الأهلي، وقبل كده كان مدير فني النادي حرس الحدود، وصعد حرس الحدود للدوري الممتاز. كابتن سامي قمصان من المدربين المميزين جدا جدا، والنهارده النتيجه بتقول لا، انه يقدر كابتن سامي قمصان يشيل النادي الاهلي ويدرب النادي الاهلي ويكون متواجد حتى في المواجهات الصعبه. الاهلي داخل على ماتشات صعبه خلال الفتره القادمه، ماتش القمه الزمالك، وبعدين عنده غزل المحله في الدوري، وبعدين هيلاعب بيراميدز في كاس مصر القديم يوم 26. كلها مواجهات قوية جدا للنادي الأهلي، واحنا خلاص يعني كمان الفترة اللي جاية فترة مصيرية لتحديد بطل الدوري. خلال الشهرين اللي جايين هتحدد بشكل كبير مين بطل الدوري، في ظل منافسة شرسة ما بين الزمالك وما بين بيراميدز وما بين النادي الأهلي، هنشوف خلال الفترة القادمة. فالنهاردة مباراة تقول لا، كابتن سامي قمصان مدير فني مميز يقدر يقود النادي الأهلي كمدير فني خلال الفترة الحالية.